بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاسم ديالي سجد عبد النبي، مواليد 1960، حاصل على 3 اجازات، اجازه في القانون واجازه في الشريعه واجازه في الادب، كليه الادب تخصص تاريخ وحضاره. حاصل على 3 دبلومات، دبلوم في الاعلاميات ودبلوم في النجاره ودبلوم في البستانه. اعمل كفلاح وبائع متلاشيات. الزوجه ديالي الاسم ديالها صابر خديجه، عندي معها 4 ديال الأبناء، عندي سي محمد وعندي محسن وعندي أمينة وعندي شيماء. حنا عندنا غير الله، راه ما تنعرفوش. شيماء من ديك نهار لحد ما بغاوش يسمعوا لنا، ودنا الولاية الأمن الإقليمي اللي فات. تما سخفتو تما كيهزات الوقاية المدنية المركب، وتلقات علاجات الأولية، ولا جات بحال هكا الدار، ولا شي واحد اللي سمعنا الحقوق ديالنا. حنا واش حنا ماشي مواطنين مغاربة؟ واش ما عندناش حقوق حتى حنا المواطنه؟ فين هي المواطنه؟ فين هي حقوق الانسان؟ فين هذا القانون اللي على الجميع؟ ما كاينش قانون كيطبق على ابناء الفقراء فقط، لا اقل ولا اكثر. حنا كننتشدوا السيد ولي الامن الاقليمي بفاس، وكننتشدوا رئيس المنطقه ديال بن سوده باش ياخذ لنا حقنا من هاد الناس. هاد راه بزاف اخويا، واحد بغى يغرب البنت ديالو وقمت بواحد الشكايه في حقه، ولا شي واحد اللي استجب للشكايه ديالي لحد الان. سمعوا له هو، انا ما سمعوليش، ما فهمتش انا الاسباب، علاش من هي الاسباب؟ عندي عده شكايات من الامن، دخلوا الدار ديالي 4 ديال المرات كتفتيش، وما عثروا على حتى شي حاجه اللي هي كديني. وفي اخر مطاف لقوا عليا القبض وقالوا لي انت كتبيع الشراب. انا لا تصابيت كنبيع الشراب في حياتي، كل عندي 58 سنه ولا عندي سابقه واحده. انا كنحكم على راسي ب 20 سنه ديال السجن. انا كنلتمس من هاد الناس انه يسمعوا لنا هاد الحقوق، يسمعوا لنا الهضره، ولا يلقاو الفرطه فيا. انا مستعد لاقصى عقوبه. كنطالبوا من هاد الناس انه ياخذوا لنا الحقوق ديالنا من هاد الناس، يسمعوا لنا، يوقفوا معانا، يوقفوا مع المواطن اللي هو ضعيف. والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، والله ينصر الدوله العلويه. حنا كنعيشوا تحت الظل ديال امير المؤمنين، اللي هو كيتعد بان امير المؤمنين، امير الفقراء، اللي كيحمي الشعب ديالو. ولكن البطش ديال هاد الناس هادو بزاف اخويا، بزاف، هادشي بزاف فوق الطاقه ديالنا. ربي سمعتي، نفخت نفخ فيها، تنفخ فيها واحد النهار تطرطق تطرطق. تيقول لك علاش الشباب المغربي كيهربوا يهاجروا لدول اخرى؟ مناش الضغوطات ديال بعض الاجهزه. حنا كنلتمسوا بان هاد الحكم الجائر اللي حنا التراب ديال انه يحاول التراب ديال اي واحد. وحنا كنلتمسوا الا درنا شي اخطاء حنا مستعدين اننا نتعاقب، ولكن باش يطهدونا ويجي الانسان عصب الله يزرع حتى باب الدار وما يخليش يقول للمراه نفسد فيك، وامامي وامام الاولاد ديالها وامام الناس كلشي تيقول لها تهضر، تيقول لها امامي تيقول لها نفسد فيك، وراه صاد الله يزرع فيها 500 ولا 600 واط، تيقول لك الا ضربت فيها نقتلك. امي هبطت نطلع، ومشينا للكمثله كنزالو ما بغاش يستمعوا لنا. كنقول لهم عاش الملك، علاش خطرنا؟ قالوا لي علاش نموتوا حنا عاد يستمعوا لنا هما؟ كلمه حتى يمرض الميت يموت عاد يجيبوا له الدواء. الدواء ديالنا هو فيكم انتم، انكم تحميونا من هذا البطش ديال هذا الانسان اللي هو جائر واكبر مسلم خطير فهاد فاس، ومعروف على الصعيد الوطني. هو اللي قام بعمليه ديال 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 النهب ديال واحد الدهن في الدار البيضاء، وعطى 20 مليون وكان حكم 13 سنه، وفي اخر ما عطى الفلوس وخرج من المحكمه. وهذا الشيء اللي كنلتمس منكم، ان هذا السيد هذا يوضعوا له حد باش نعيشوا حنا حتى حنا في واحد الامان من هذا السيد هذا اللي كيعتبر نفسه فوق القانون. واي كوميساري كنمشي لو انهم تيقولوا له، تيقول لك اه ويلي هذاك سيروا، ما عندنا كنديروا له، ما عندنا كنديروا له. علاش هذاك ما عندكم يديروا؟ واش كتخافوا منه؟ واش المخدر كيخاف من المجرم؟ هذه سابقه ما عمري سمعتها. اليوم 6 ايام في رمضان، انا ما كناكلش، فيا السكر وكنشرب السكر. هذه اليوم 6 ايام في رمضان وانا ما كناكلش على ولدي، كنغدر علاش يمشي للحبس؟ يمشي ما عنديش، لا دار الحاجه لا دار شي حاجه يمشي يتربى. ايه انا نبغي ولدي يتربى، ولكن ولدي ما دارش، شرب فلوسه ربيتيه. ايه انا التراب ديالك التراب ديال اي واحد ربيه، ولكن ما تعطيش داك الحكم هكاك في وجهه وتصدمنا كاملين. حكم عليك كتحكم على الناس كلها، ما قلناش الا حكمتي عليه بعامين ربي راه كاين واحد، الا حكمتي عليه ب3 سنين ربي راه كاين.
الله بنادم يخاف من الله، نخاف من الله، راه الله واحد. انا هادي اليوم 6 ايام في رمضان كنشرب الماء والسكر، ومنوع عليا السكر نشربو، كنشرب الماء والسكر. اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر. عاش الملك، عاش محمد السادس. شوف فيا وشد لي حقي وشوف بحالتي، راني مديومه. لا انا لا ولادي، مابقاش عندي حق في الدنيا، مابقاش عندي حق نعيش في الدنيا. انا مديومه محمد السادس. عاش الملك. هذا البحث ديالي اللي خديت في اجازه التعليم بفاس خلال فتره الاستعمار، وهذا بحث العقوبة ودورها في المجتمع الإسلامي، وعندي بحث فعالية العقوبة السلبية للحرية في إصلاح النزيل. حنا كنحاولوا ما يمكن أننا ولو ما عندناش كنتجنبوا جميع الشوائب اللي غيمكن لها تخنا الإجراء. كنقلبوا على طب ديال الخبز حلال، بغينا ندمجوا في هذا المجتمع، بغينا يساعدونا الناس. ما كاينش المساعدة، كاينش الأيادي الحاضنة. احتاجنا لجميع الجهات أننا غير نخدموا غير الخدمة. ما كاينش اللي عنا بينا، ولا كاين شي واحد اللي قال لك الخدمه كاينه. مجرد ما كتسمعك على انك دوزتي الحبس، الا انه تيفيتيك، تيقول لك سير دابا نعيطوا لك، سير دابا راك تماك، ما عمرو يعيط لك. ولكن الا توسط شي انسان ممكن انه يعيط لك، ولكن احنا ما عندناش الوسيط الا الله عز وجل صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله فقط في هذا المجتمع. ان حتى شي واحد ما كياخذ بيد الجاريه الا محمد السادس والله عز وجل. حنا كنلتمسوا ان الاحكام ولهاد المضاهدات اللي كطيح علينا، ولهاد السيد اللي ضربنا في الضحى يوضعوا له حد. هادشي اللي كنطلبوا. حنا كنطلبوا من الجهات المسؤوله انها تدخل. مشينا للكوميساريه الاولى جاوبنا علينا الواحد، وقال لنا الناس هادو راه شكايه حتى شي حاجه، وبطلنا للولايه تما سخفتوا طحن جات لابيلونس زدتني من تما كاينه. جراو علينا من كل بلاصه، كنقول لهم عاش الملك. انا مريضه فيا السكر، صافي ما فطرت ما كليت ما شربت، كنشرب الماء والسكر. تحت تما كاينه ما عرفتش راسي، تلقيت راسي في السبيطار، هزتني بنتي وداتني للدار. صافي ندمسو كلشي. هذاك عنده وسخطني، انا ما عنديش، عندي الله. انا ما عنديش، عندي الله. انا فقيره ما عنديش. انا الا تعشيت ما كنتغداش، ولا تغديت ما كنتعشاش. راه عندي الله، انا دايره قلبي في الله سبحانه وتعالى. راه ما كاينش، كاين غير الظلم، كاين غير الظلم، كاين الحقره. حقروني انا وديك الاولاد، ما عرفتش راسي فين نعطي بالراس، ما عرفتش راسي فين نهز راسي انا وديك الاولاد، ما عرفتش راسي فين غنعيش انا وديك الاولاد. اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر. عاش الملك، عاش محمد السادس. كنقول عاش الملك، عاش محمد السادس. كيقولي لي علاش كتقوليها، علاش كتقولي هذه الكلمه؟ وكيجريو عليا باب الكوميساري. قالوا لك سيدي حنا بان هضرنا الخضر عاش الملك، واش ما حقناش نقولوا عاش الملك باب الكوميساريه؟ واش عاش الملك جريمه كيعاقب عليها القانون؟ واش صاحب الجلاله سارينا في الدم ديالنا، الحب ديال الوطن، الحب ديال الملك ديالنا ساري في العروق ديالنا؟ ما يمكنش الانسان كيف ما كان نوع الانسان في هذا المغرب الا هو عنده حاجه الوحيده اللي مثبت بها، وهي عاش الملك، عاش الملك، الله الوطن الملك. ما كاينش شي واحد اللي يمكن له انهم اي كيف ما ممكن اننا نجزئوا، ممكن ان كل واحد يقول شي كلمه، ولكن في الثلاثه ديال الكلمات ما فيهاش تفريق. دمنا وولادنا واللي كنكسبوه فداء لصاحب الجلاله ولهذا الوطن اللي كنعيشوا فيه، لانه هو الظل الوحيد اللي حامينا. كون ما كانش الملائكة كون راهم ما كاينش شي واحد اللي يعيش بالحريه، ما كاينش شي واحد اللي يقدر يساير الحياه ديالو. كيعيش اللي عنده، اللي ما عندوش ما كيعيش. دابا حاليا الزروطه والماده والوجوه هي اللي كيعيش بها الانسان. ما عندوش ما كيعيش. ما عندناش، عندنا الله، عندي الله هو اللي عندي سبحانه وتعالى. انا غير عني غير بسيدي ربي، هو اللي مطالع على كل شيء، مطالع على اللي عنده وعلى اللي ما عندوش. عندي الله، انا عندي الله. كاين الضغط، كاين الظلم، كاين الحقره. البارح ما خرجش من ديك المحكمه هكاك مجبده حتى المغرب، تسالوا على خاطرهم تالي رموني على برا وانا تنغوت. اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر. عاش الملك. هذه الشكايه اللي قدمت برجال الامن اللي اقتحموا المنزل ديالي في واد الملك عين هارون السفليه، ولي عدات اربعه د المرات، وخذوا لي 400 الف فرنك فلوس، وداو لي ثلاثه تليفونات. لا حد الان
لحد الان من التاريخ ديال وضع الشكايه اللي هي 2006 الى حد الان ولا شي ساكن انه شي واحد هضر معايا في هذه الشكايه ديالي. ما هي الاسباب؟ علاش ما هي الاسباب؟ ما هي الاسباب؟ لكون انني فقير ما عنديش، لكون ان ما عنديش اللي يحميني، لكون انني ما عنديش شي واحد اللي يوقف مع جنبي ويساندني. اذا شنو كيعني الموت الباطئ؟ كنعيشوا في الموت الباطئ، هذا هي الحقيقه اللي كنعيشوا فيها، اننا كنعيشوا في الموت الباطئ. قدمت طلب للسيد الوالي وجاتو سيدنا كأعلى سلطه في البلاد انني منحوني رخصه ديال النقل المزدوج. تقبرات ولا عندي عده شكايات برجال الامن، لكن بحال اللي عندهم حصانه برلمانيه، عندهم حصانه كتحميهم، حنا ما عندناش الحصانه ديالنا الا الله محمد صلى الله عليه وسلم. جا ليا للدار قال لك غادي يطيح لي البطانه، غيطيح قال لك لا يعطيني معاكم البطانه، علاش شنو درت لك؟ غادي تنقول له مالك مع ولدي ما خلاش كيقول لي ندي كون فسد فيك، ندي كون فسد فيك، ندير امك ندي كون ندير لك كون في علك. هذا راه الظلمه، هذا ملي نهبط عندهم قلت لهم اللي كاين اللي كاين، قال لك حنايا ما نوضوش وما تنفطروا، ديروا لي غير شكايتي ونطلع بحالاتي تنهبط عندكم بلا فطور. قال لك لا، بقيت كنغوت كنقول لهم عشا الملك، قال لك علاش تقولي هذه الهضره؟ جريمه، اعتبروها جريمه على ان نقولوا عشا الملك، اعتبروها جريمه ان نقولوا عشا الملك. واش اللي كل من قال عشا الملك يتعاقب؟ ان كل من قال عشا الملك يتعمل له محضر مهبرك ويمشي للمحاكم ويمشي للسجن. واخوكو كان يدونا السجن غنقولوا عشا الملك. انا وخوكي يعطوني 60 عام بالحبس، قول عاش الملك. حنا عندنا ملكنا وكنبغيوه من قلوبنا، والدم الساري اللي ساري في العروق ديالنا الحب ديالنا لسيدنا الله ينصره ولهذا الوطن. وكيف ما كان نوع الانسان الا ان تيكون عنده سيدنا امير المؤمنين محبوب، كلشي كيبغيه، المواطن المغاربه كلهم كيبغيو سيدنا. شوف المرحوم الحسن الثاني لما نادى للصحراء كلشي استجب للدعاء ديالو. حنا جند مجندين وراء صاحب الجلاله محمد السادس، الله ينصره، وكنشدوا ان السيد مديريه الامن الوطني انه يدخل في هذا الامر ديالنا ويعطينا الحقوق ديالنا، هذا هو الطلب ديالنا. الله يجزيكم بخير، الله يكثر خيركم، الله يرحم الوالدين، الله يشافيك باش ما نوليوش عاد نوليو مره اخرى الله يشافيك تحيد علينا محمد السادس. الله يشافيك، شوف هذا الشيء وشوف هذا الظلم اللي عندي انا، انا راني مظلومه ومحقوره انا وديك الاولاد، ما عنديش الاولاد، عندي جوج الاولاد وجوج البنات، معقوله انا ولادي عايشه مشرده انا ولادي، راه الا تغديت ما كانش ما كنتعشاش ولا تعشيت ما نفطرش. شوف من حالتي، شوف من حالتي، شوف من حالتي الدولاد، شوف من حالتي، راه كنمشي كنغوت وكنمشي نشكي على حقي، ما كاينش اللي كيشدوا لي ولادي، دائما صيفطينهم على الظلم، دايما ولادي مصيفطينهم مظلومين، داروا شي حاجه يتعاقبوا عليها. إيه انا التراب ديال البشر، انا التراب ديالهم، يحكموا عليا حتى انا معاهم، ما داروش انا شكي صيفطوهم لي في الظلم، شارب فلوسو، راه شارب الفلوس، وكيقول لهم عند من شريت، راه قال لهم عند من شريت، ما نكرش، راه ما نكر حتى شي حاجه، فالتالي شدوا ضربوه وعمروا عليه اللي بغاو. منكار، اللهم من هذا منكار، عاش الملك، كاين الله، كاين الله، كاين الله، لازم يخاف من الله، اللي عنده ولاد يخاف من الله، واللي عنده راسه يخاف من الله، كاين الله، كاين الله، عاش محمد السادس، عاش محمد السادس. طلب ديما الاخر هو ان هذا الظلم هذا يزول علينا ويبعدوا من هذا الناس شويه ويخلونا نرتاحوا، حتى حنا كنا احنا عايشين ما عندناش وما كنطلبوش شي انسان وما كنطمعوش شي حاجه اللي هي حاجه اخرى. انا ممكن غير شهر ديال الحسنه ياثر عليا، ولا سيما ان الابن يعطيوه سنتين ديال السجن، احكم علينا حنا ما حكمش عليه هو، سنتين ديال السجن باش نتبعوه، باش غنتبعوه شنو غنديرو؟ غنديرو نتعاملو مع هذا الولد في السجن وهو مازال في العمر ديالو 22 سنه، من هنا غادي يعشش انه غادي يحاول ما امكن انه يخرج للاجرام ديريكت، لان الظلم هذا شحال من واحد اللي غادر الاراضي الوطنيه، اراضي المغرب للجهات الاخرى غير من التظلمات ومن الظلم ديال البطش ديال بعض رجال الامن اللي كانوا تيظلموا. ولكن كاينين مسؤولين، كاينين مسؤولين اللي كيعطيو الحقوق، كاينين رجال اللي كيحسوا بالوضعيه ديال الانسان. على سبيل المثال الكوميساريات، بعض الوكلاء العام والوكلاء الملك اللي هما قايمين بالواجب ديالهم،
ولكن بعض رجال الامن اللي كيضغطوا على عباد الله كيف ما بغاو هما من اجل جلب او الابتزاز هذوك خصهم انهم يتعاقبوا او اللي يتحالوا على المعاش باش يعوضوهم الناس اللي يمكن لهم يخدموا هذا الوطن الحبيب. حنا كنطالبوا ان هاد الناس هاد البطش هذا اللي نازل علينا وهذا الظلم اللي نازل علينا انه يزول. وهاد الحكم الجائر اللي كان في حق الابن ديالي انه حكم جائر سكرت له جميع الجهات، سكرت له الناس اللي كانوا في القاعه، سكروا ليه الهيئه ديال المحامون في مكناس. كلشي تيقول له وسمى الاستاذ المحامي اللي كان تيرافع على الابن ديالي السي العبد اللهوي قبل ما يكمل المرافعه ديالو قال له باسم جلاله الملك المحكمه كتحكم عليكم سنتين نافذه. وطفى الملف وقال له استاذ المرافعه سالات. المحامي بغى غادي ياكل الريه ديالو لان وجب عليه انه تسال المرافعه ديالو ويعرف شنو تيقول له المحامي عادي يمكن يصدر له الحكم ويصيفطوا له للحبس يصيفطوا له للسجن ماشي يعطي له فوجو. وخلانا اثر علينا حنا واثر على المشاهدين واثر على المحامون براسهم ما اعتبرش المحامين. هاد السيد القاضي عمل واحد الخطا فادح. احنا التراب ديالو سنتين ممكن ان التراب ديالو لكن محاكمه غير عادله لان القولة كيقول قاضي في الجنه وقاضي في النار. القاضي العادل كنتمنوا انه يكون قاضي عادل ما يكونش قاضي جائر ولا قاضي جاهل لان هذا الحكم هذا اما من طرف قاضي جاهل او قاضي جائر ماشي قاضي عادل. لو كان قاضي عادل كاين هناك تنازلات كاين هناك عواشر كاين هناك خوف من الله ان ما سنتين ما تعطاش بزاف اصح الناس سنتين ديال السجن راه حكم علينا حنا كاباء ديال هذا الابن اللي خاصها علينا حنا كيفاش غادي تلقاه هو في العمر في مقتبل العمر ديالو ديال 22 سنه ما بزاف. الله من هذا منكر كندير علاش كنتمسم السيد الوزير انه يدخل في هذا الامر ديال السيد القاضي اللي ارتكب هذا الخطا وفي هذه العواشر هذه بالخصوص وما كيوجبش عليه انه يحاكمه مباشره امام الملا كيوجب عليه انه يحاكمه السيد القاضي كما كيصيفط للجميع النزلاء والا انه محرم من طرف شي جهه من الجهات على انه يعاقب الابن ديالي واحد العقاب شديد. هذا ما تبين لي انا هادشي اخويا هادشي بزاف هادشي حنا ممكن اننا نقبلوا على انتحار جماعي انا والابناء ديالي لكون ان ما كاينش الحقوق ما كاينش شي حقوق تعطى لنا اي جهه مشينا لا الا ان كيقمعونا ما فهمتش انا شنو الاسباب. هذا كنلتمسوا من الجهاز من السي الحموشي اللي هو كمدير الامن الوطني انه يدخل في هذه المساله ويحسن فيها. ما عمرني مشيت شكيت وشدوا لي حقي وكنقول لهم عاش الملك تيقولوا لي علاش كتقوليها عاش الملك عاش محمد السادس كيشدوا لي حق عمرو ما شدوا لي حقي ولادي دغيا كيجيبوهم في الوسط عاش محمد السادس عاش الملك تنقول لهم هكا تيقولوا لي علاش كتقوليها تيشاو عليا انا محقوره بين هاد الناس انا مظلومه انا ولادي انا مظلومه انا ولادي فين بغيت نمشي ما لقيتش فين نمشي ما عنديش فين نمشي عندي غير الله والملك محمد السادس ما عنديش فين نمشي ما عنديش فين غنمشي راني غير كاريه. وفي الاخير كنلتمسوا ان الجهات انها تاخذ بيدين هذا ما عندنا شكينا على حقنا وكنطلبوا من الله ومحمد السادس يبحث لنا في هذا الشيء ويطلب من الدوله تبحث في هذا الشيء وتعاوننا وتوقف جرمنا حتى حنا مواطنين حتى حنا رحنا ديالهم حتى حنا رحنا اللي بغاو كيما بغاونا نكونوا راه ما لقيتش فين نمشي راه ما عنديش فين نمشي. عندي طلب اخير كنلتمسوا من جميع المسؤولين انه يعاودوا اعاده البحث من جديد حق الابن ديالي الا كان فعلا ارتكب هذا الخطا يضاعف له العقوبه التي وانا كنتحمل العقوبه انا كنتحملها ما كتحملهاش الابن ديالي هو اللي كان معايا في السوق وحتى ال 11 ونص ركبت على الموتور ديالو شاري له بمليون و 20 الف ريال وقلت له سير بحال هكا ولدي للدار وقع له نقاش حاد مع وهاد البياسات راهم مفرشين لو كان ولدي عرفهم بان مسروقين ما غيفرشهمش يبيعهم
كنبيع جميع الاسواق الاسبوعيه كلها. كنبيع نبيع ونشري. عطي لي محمد السادس باش كنصور عطي لي قناعه على اللحيقه عطاتني. كنبيعو غير بالي ما كنبيعوش جديد. محمد السادس عطاني التريبورتور كنبيع ونشري به في المتلاشيات لا اقل واكثر. كنبيعو البالي ما كنبيعوش جديد، كنبيعو البالي كنلقطو حويجات بنين ونبيعهم باش نجيبو ما نصيرو باش نعيشو ونعيشو ولادنا. ما كنبيعوش جديد كنبيعو البالي راه ضروري. الناس اللي رفعوا الشكايات ندموا على انهم قال لك حنا ندمنا على كاع قدمنا هذه الشكايات في حق هذا الابن. المهم حنا بغينا نتنازلوا من الكومساريه وذاك الضابط الممتاز ما بغاش انه يسمع لهم التنازل داخل المؤسسه داخل الكوميساريه الى بانه فعل فيه ما بغى ودار محضر ما في براك واعترافات وترهيب وتعذيب وابصام تحت الاكراه ومحاكمه غير عادله. هادشي فوق المستوى فوق ما كنتصوروا لان كان عندنا واحد الامل ان عايشين في دولة الحق والقانون الا ان هادشي تغير بين عشية وضحاها. ما كاينش نأمن بداكشي اللي كان قديم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعاش الملك وعاش محمد السادس الله يشافيك سيدنا. كنطلبوا له الشفاء من عند الله تكون حقنا عند الله وربي هو اللي يشوف وشوف فينا تنتا. عاش الملك.